بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبيبات السلام عليكم، نتمنى تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال وبأحسن شيء إن شاء الله في أواخر سنة 2018. حبيباتي الغاليات، في نفس الجلسة سجلت لكم الفيديو اللي غيتحط من بعد هذا الفيديو، راكم غادي تشوفوه. تكلمت على صحابات القنوات وعلى صحابات على المتتبعات ديالنا، الله يحفظهم لينا إن شاء الله. وبلا بيكم المتتبعات رانا زيرو صفر، بلا بيكم رانا صفر يا البنات، ما كنسواو بيزا قالوا في الافلام. يعني المتتبعات ديالنا الله يحفظكم لينا، سواء اللي كدير لنا لايك سواء كدير ديزلايك. المهم حبيباتي، غادي نبدا معكم التحدي. اول تحدي غنديرو في 2019 لحين الله هو ديال الاستغفار. التحدي الاول هو ديال الاستغفار. كلنا عندنا مذكرات، كلكم عندكم مذكرات. ما عندكم مذكرات؟ دفاتر ديال وليداتنا القدام كنشدوهم وكنديروهم مذكره، كتبي فيها مذكره ديال كذا. هاد المذكرات غادي تبداي تكتبي فيها 1 يناير 2019 2 يناير 2019 ولا كان مكتوب فيها مزيان. المهم النهار اللي كتفتحيها كتكتبي لها التاريخ وتكتبي النهار، وها انت بديتي المذكره ديالك. ملي تكتبي هذاك التاريخ غادي ديري واحد التحدي بينك وبين نفسك. مثلا نديرو شهر 1 2019، يوم واحد في شهر واحد غادي نديرو ان شاء الله، غادي نديرو في واحد النهار، النهار الاول 500 استغفار. قليله جدا جدا جدا، وكاين اللي كيدير اكثر، ولكن انا باديه مع البنات اللي يلا غيبداو الاستغفار. كتغسلي الماين تستغفري، طبعا ما غاديش تحس بيهم فاش كتغسلي الماين، ما تحسبيش فاش تكوني ماشيه للسوق، ما تحسبيش. استغفري استغفري، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. كتكثر الرزق، كتبعد عليك الامراض، كتبعد عليك الاضرار، كتبعد عليك بزاف د الحوايج، كتحفظك لسانك، تحفظك بحالاش، لانك مادامتي كتستغفري كبحالك شاده قومو كتمسحي، كطلبي الله سبحانه يمسح لك الذنوب ديالك، ولكن ما كيتكتبوش، عرفتو؟ بحال كتمسحي ولكن ما كتكتبيش. لهذا الاستغفار، استغفر. غادي تسوق استغفري، كتقطعي الخضره استغفري، حتفقتي من النعاس استغفري، كتغسلي وجهك استغفري، كديري دوزي لاسبيراتور الشطابه استغفري، كتخوي القمامه برا استغفري. انت ماشي وكتستغفري، استغفر الله استغفر الله. فاش تجلسي حاولي تعدي، شدي التسبيح، شدي ديك المسبحه ديال فيها العداد اللي بغيتي. عند كاينين دابا التسبيح في البورطابل، كاين عطل انواع التسابيح. وسبحي استغفار استغفار استغفار. حاولي اليوم الاول 500 استغفار، حاولي اليوم الثاني ديري 700، حاولي اليوم الثالث ديري 900، هكا 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 وماشي وكتزيد. من بعد الاستغفار زيدي الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، زيدي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه خفيفه في اللسان وثقيله في الميزان، كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده سبحان الله. كثروا منها. هذا التحدي ديالنا الاول. وهكذا شهر ورا شهر انت كتزيدي، انت كتزيدي، انت اسبوع ورا اسبوع، نهار ورا نهار كتزيدي تزيدي حتى اللي قدرتي عليه. ما قدرتي بقاي غير في واحد السيستيم، المهم ما تنزليش، بقاي فيه. نهار غادي ديري 500، نهار ما تقديش ديريها 300، نهار ديري 200، نهار ديري، وهكذا ماشي كطلعي. ولكن حاولي ترطبي لسانك دائما بالاستغفار وبالصلاة على النبي. هذا أول تحدي. التحدي الثاني حبيباتي هو غادي نديرو لا مارش، غادي نبقاو نمشو. من الأحسن من الأحسن ورا صلاة المغرب، ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، مشو شوية. البنات اللي عندهم حداهم البحر، حداهم هذا، وعندهم بلاصة يعني آمنة يقدروا يمشوا فيها، يتمشوا الصباح بكري. البنات اللي ما يقدروش بحالي أنا، يعني برا الخروج باش نمشوا الصباح بكري صعيب علينا، لهذا كنمشوا من صلاة، نصلوا المغرب وكنديروا لا مارش على صلاة العشاء. كنكونوا صافي دخلنا نتوضاو وكنصلوا العشاء وكنتعشاو، أو حنا تعشينا قبل. كان المهم نديروا لا مارش. حاولي ديري لا مارش مرتين في الاسبوع، 3 مرات في الاسبوع، 4 مرات في الاسبوع، حاولوا. غير الويكاند الموظفات مسكينات الله يحسن العون ما يقدروش، يعني الخدمه والدار وهذا ما نزيدوهمش، ولكن يحاولوا مره في الاسبوع يديروا لا مارش هكا، او مرتين في الاسبوع بحال الويكاند مع الازواج ديالهم مع وليداتهم. واخا غير واحد مشيه هاديه، ماشي ديك
لا مارش يعني ديال الرياض، مشوا غير مشيا تمشاو شويه مع وليداتكم، شموا هواء في هاد الشتاء هذا، فصل الشتاء راه زوينه في العشيه، خاصه ما بين في ديك الثلاثه ديال العشيه كتكون الجو هو اللي كيكون مزيان، كيتمشاو الناس فيها. الغرب هذيك الوقيته اللي كيتمشاو فيها كيدير واحد البروموناد اللي هي واحد ما عرفت سميتها، واحد المشيه تمشي بسميتو كتكون. واللي عندهم الدراري يلاه الوليدات يلاه زايدين يعني التربيه، حتى هما هذيك هي الوقيته باش كيتمشوا من الثلاثه للربعه او قبل منها شويه في فصل الشتاء، تلبسيه مزيان وكتخرجيه يشم الهواء شويه. هذا التحدي الثاني. التحدي الثالث حبيباتي هو ديال راني حطيت لكم في الفيسبوك ديال القناة اللي هو حبيبات خديجة الصحراوية، الفيسبوك ديالنا حطيت لكم فيه هذا ملصقات ديال خرجوهم طبعوهم ديال التحدي ديال 52 اسبوع بداوه. ماشي ضروري تمشي بهذاك المبلغ، البنات اللي ما قدوا واحد الشهر ما قدوا واحد النهار ما قدوا واحد الاسبوع ما قدوا ماشي مشكل، المهم البنات اللي الاوروبا كيحطوا الاسبوع الاول اورو في النهار، الاسبوع الثاني جوج اورو في النهار، الاسبوع الثالث ثلاثه، يعني الاسبوع هو كيحدد لك قيمه المبلغ تحطي في النهار. البنات ديال في الاسبوع عفوا في الاسبوع اورو في الاسبوع الاول، جوج اورو في الاسبوع الثاني، ثلاثه اورو في الاسبوع الثالث وهكذا. البنات ديال المغرب كيحطوا درهم في النهار الاسبوع الاول، جوج درهم في النهار، حنا كنحطوا بالنهار علاش؟ لانه على حساب الدرهم ماشي بحال قيمه الاورو، باش نشوف نفس المبلغ تقريبا، كيعطينا تقريبا مليون مليون خاصه شويه، يعني انا باقي ما حسبت لاخر الشهر ان شاء الله غادي نحسب شحال جمعت، لاني كنحط غنحسب شحال جمعت وغادي نقول لكم شحال جمعت في السنه كامله. البنات التحدي الثاني، المهم حطيت لكم هذا الملصق، حطيته بالاورو وحطيته بالدرهم المغربي. غادي نحط البنات اللي بادين معايا 3 سنين، هذه السنه الثالثه، غادي يجمعوا في المصاريف اليوميه والاسبوعيه، حاولي تجمعي او توفري 20 درهم او اقل، يعني ماشي فوق 20 درهم، 20 درهم 15 درهم 10 درهم، من الخضر ديال الاسبوع، من اللحم، من السمك، من داك الشيء اللي كتجيبي في الاسبوع بالنهار او هكا، حاولي تنقصي منه، تجمعي منه، وفري منه، حتى تحاولي توصل 20 درهم اللي هي 20 اورو، لا 20 اورو 4000، 2 اورو، جوج اورو البنات ديال اوروبا الاسبوع. البنات اللي كانوا معانا عاوتاني السنه الثالثه، رانا عرفوا كان المبلغ اللي كنتقداو منه في الهري، كنحاولوا كنجمعوا منه 200 درهم، كنحتفظوا به، كنحاولوا نوفروها منه. ما قدرتيش 100 درهم 50 درهم 30 درهم، المهم حاولي تعلمي، هذا هو اللي خليك تعلمي، علموا وليداتكم. التحدي الاخر هو غادي ندخلوا معنا الوليدات يوفروا شي حاجه، هذا الشيء كيعلم الوليدات ملي كيشوفوك انت توفري. التحدي الكبير والاهم هو غادي نتحداو انفسنا، ما نضيعوش الغاز، الا بغينا نديروا الماء يطيب نديروا القياس الماء اللي غنستعملوا، بغينا نديروا نسيقوا الدار نديروا القياس الماء اللي غنستعملوا، بغينا نغسلوا وجهنا نهزوا الماء القياس اللي غنغسلوا به ماشي نخلوا الروبيني غير دايز، بغينا نغسلوا الماء نغسلوا فواحد البانيو نغسلوا فيه واحد نشلوا فيه، بغينا نصبنوا داك الماء ديال الصابون نسيقوا به السطاح نسيقوا به قدام الباب، هذا الله ما يدار به. الماء ديال الشلال كتجمعي كديري به بزاف الحوايج، الماء ديال الخضرة كنسقوا به الزريعات، يعني نوفروا، نحاولي الخبز يعني ما تضيعيش الخبز، حاولي ما تضيعيش الطعام، ديري القياس ديال الطعام. راني عطيتكم المقاسات في فيديوهات سابقه ديال الكسكسو ديال الروز ديال العدس ديال اللوبيا ديال هذا ديال السباغيتي، حاولوا طيبي القياس، الحريره القياس، الحريره فاش طيبيها وتشوفيها كثيره قبل ما تدوريها بالطحين نقصيها ودوري بالطحين غير القياس، داك الاخر تقدري تجمديه راه ما يطرالي والو، واخا يبقى شهرين 3 شهور في الكونجيلاتور غير ما فيه الطحين، ما يكونش دايره في الطحين، فرقيه وديريه. بغيتي ديري الحريره ديري كميه كبيره ونقصي منها
وديري القياس باش انت مطيباها مطيباها تكوني طيبتيها هادشي، وخاصه في الشتاء كنستعمل الحريه بزاف. ديري القياس لو الطحين ولو اخر دوريه ولو اخر خليه عندك في المجمد حتى تبغيه وتستعمليه. علاش؟ لانه الا دورتيها بالطحين وكتبقى في الثلاجه وهذا ما تجيش، ولكن ملي تخليها تحطيها في الثلاجه وتجمديها، ملي تخرجيها كدوريها ديريها تسخن كتفيض من تطيب مزيان، كديري لها الطحين ديالها كتولي جديده بحال يلاه صاوبتيها. بغيتي طيبي اللوبيا طيبي كم انت كطيبيها نقولوا مثلا جوج خطرات في الشهر، طيبي سلقيها خلي واحد الكميه ديال الاسبوع الجاي، ودير هذا الاسبوع ديري لها الشرموله ديالها، الاخرى خليها في المجمد، دخليها للمجمد، حيدي داك الماء ديالها ديري في المجمد، فاش تخرجيها تطلق بداك الماء ديالها ما تغميش، ديري لها الشرموله ديالها لاصوص اللي غديري لها، وهانتي عندك اللوبيا يعني ضيعتي لها الكاز واحد المره. بغيتي تدخلي الحمام ديري واحد السطل خاص للحمام، كاينين سطيلات زوينين كيتباعوا انيقين ديري في الحمام، ديري الغرف ديالو، ما ديري ما كتستعملي لا الجفاف لا حتى شي حاجه، وخلي في الحمام حتى الصنداله ديال الحمام، وفاش تدري فيه الماء ديالك وهزي بالغرف ودوشي احسن من الرشاشه تبقى كتضيع الماء. نتحدوا انفسنا نطفوا الضوء الاماكن اللي حنا ما محتاجينوش، نتحدوا انفسنا ما نضيعوش الماء، نتحدوا انفسنا ما نضيعوش التيد، ما نضيعوش الصابون، ما نضيعوش الشامبو. حاولوا هذا العام تشوفوا الفرق ما بين هذا العام والسنين الماضيه، حاولي دخلي ما تقوليش انا بحال اش غادي ندير كيفاش غادي نبدا وهذا الشيء صعيب، نمشي انا ندير السطل في الحمام، نمشي انا ندير الحمام ديالي انيق الحمام. اذا كان الحمام ديالك انيق وهاي كلاس ماشي بحال الحمام ديالي، ديري داك السطل دوشي مسحيه خرجيه حطيه في شي بلاصه حيديه، بغيت تدوشي واحد داك السطل باش ما تضيع الماء. علاش؟ لانه ديك الرشاشه كتضيع الماء، واخا عندك الفلوس هذوك الفلوس دير بهم شي حاجه اخرى، شري بهم شي حاجه اخرى، ديري بهم ديري بهم شي حاجه لوليداتك، ديري بهم شي حاجه للعائله ديالك، ماشي تضيعيهم شو هكاك في القادوس اكرمكم الله ديال الواد الحار هكاك الفلوس ديالك كيمشيو سر 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 فيه. الضو نفس الشيء، هاني دابا انا عندي ترية فيها ثلاثه شاعله غير وحده جوجه طافيهم. علاش؟ ماشي بخل، ولكن عند البخل الحاجه اللي خاصنا نكونوا باخلين فيها كنكونوا باخلين، علاش ما كنبذلوش؟ ولكن عند فاش يجونا الضيوف وفاش كنكونوا عندنا والدينا ويكونوا كنقدموا الحاجه اللائقه بكل وجه كل واحد. لهذا حبيباتي هادشي راه ماشي بخل، وعندكم تقولوا واش بخل، هادشي راه اقتصاد وحرص على المال ديالكم. هادو التحديات بغيتو نتعمق معاكم ان شاء الله فيهم، كل حاجه وحدها ديال الاستغفار بوحدو. التحدي ديال صلاه الفجر رانكم بديتوه معايا فاش قلت لكم قبل ما نمشي للعمره، ونتمنى ان شاء الله كنت كندخل عليكم في كل صلاه الفجر. هاد الايام فاش كنفيق كنبغي ندخل، ولكن كنقول انا ما دايره يعني واقفه على اليوتيوب هاد الايام، ما كنحط فيه والو وما كنكتب والو، ولا جيت نحط غير صلاه الفجر شاد في الشكل يعني كنخلي. غادي نرجع ان شاء الله نبقى ندخل عندكم كل صلاه الفجر، نقول لكم البنات اللي في المغرب يدخلوا، البنات اللي في اوروبا وقت ما صليتوا الفجر حطوا كومونتير في المنتدى ديال القناه، بالله راكم حاضرات راكم باقي في التحدي ديال صلاه الفجر. حاولوا على صلاه الفجر راه كتقي الناس من بزاف ديال الامراض، السكتات القلبيه، هذا الضغط، بزاف الاشياء العلماء قالوا. انا ما كنقولش، انا غير داكشي كنقرا كنقول لكم، كيقولوا بالله مفيده مفيده صلاه الفجر من غير الاجر ديالها هي وصلاه العصر. نتمنى حبيباتي هذا الفيديو يفيدكم، واني بكم وراني نحبكم كاملين.